الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير الواجهات السياحية غرب مدينة العالمين الجديدة، مؤكدا استهداف الحكومة إطلاق واجهة سياحية عالمية جديدة على مدار العام في الساحل الشمالي لمصر، تعظيما لما تتمتع به تلك المنطقة الواعدة من مقومات تجعلها منطقة جذب سياحية، وهو ما يتطلب إقامة المزيد من المنشآت الفندقية والسياحية في هذه المنطقة. أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأيام المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً وانخفاضاً متتالياً في درجات الحرارة، لافتة إلى أن سبب شعور المواطنين أمس بارتفاع درجات الحرارة رغم انخفاضها هو نسب الرطوبة المرتفعة، لافتة إلى أن نشاط الرياح في الأيام المقبلة ستجعلنا نشعر انخفاض درجات الحرارة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المقطع الصوتي المتداول والذي يزعم بتفشي مرض الضرن في مصر عبر النازحين إليها، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان مؤكداً أنه لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بين النازحين لمصر، وأن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوماً إضافياً لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة 7 من مساء غد الخميس، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن. على الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي عمل الأكاديمية بالتعاون مع مطور صناعي من شركات مصرية على إتاحة أول منتج من السيارات الكهربائية المصرية بعد 9 أشهر، وذلك دعما لجهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أمس المرحلة الثالثة لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة، والتي تتضمن الإعاقات كافة الحركية والذهنية والسمعية والبصرية وقصار القامة وأصحاب طيف التوحد والإعاقات الشديدة وبالغة الشدة. أكدت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان ضمن القوافل الخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، مع تحويل المرضى للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة على نفقات الدولة.